السلام عليكم. يوميا ننتقل من مكان إلى آخر عدة مرات، أبسطها البدء في المنزل إلى الطريق مزدحم وإلى مقر العمل ثم العكس. كل مكان يتطلب منا تصرفات ومسؤوليات مختلفة. عادة ومن غير قصد نسحب معانا الضغوطات، أحاسيس وإحباطات المكان الأول إلى المكان الثاني. مثلا شخص لقى أن المشروع اللي كان يعمل عليه تم إلغائه، أو تعرض لمشاكل كثيرة أثناء تخليص معاملاته. عند رجوعه للبيت ممكن يسحب هذه الإحباطات كلها إلى زوجته وعياله عن طريق العصبية والانفعالات السريعة. الحين تخيل معاي أن كل عضو من أعضاء هذا البيت يمر بمثل هذه الظروف ثم يرجع إلى المنزل سريع الانفعال. من المؤكد أن المنزل هذا مكان الأمان والراحة راح يصير مكان معركة. الحل بسيط، حدد لنفسك مكان بين المكان الأول والمكان التالي، خلونا نسميه مكان الديتوكس. بهذا المكان الزمن والتفكير يوقفون. تغمض عينك ومن خلال التنفس المريح تذكر نفسك أن عائلتك مو محتاجة شخص منفعل، عائلتك فقط محتاجة أب متزن. انوي التحول ثم توكل على الله. KIB بنك للحياة.